السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في حل السؤال السادس تصحيح الخطأ. Read and write the correct form of the words between practice. اقرأ واكتب الشكل الصحيح للكلمة اللي بين الأقواس. أوكي، هنبدأ بالسؤال الأول. نهى and جميل، نهى وجميل make pizza last night. طيب بص كده معايا، انت عندك هنا last night الليلة الماضية، يبقى اذا الفعل في زمن الماضي والماضي من make made. اوكي، عرفنا ليه خدنا made عشان last night. number 2 if he presses the button the machine works. هنا مطالب لنا صح كلمة press. طيب احنا قلنا بعد if بنجيب المضارع البسيط، المضارع البسيط اللي انا احط الفعل is اذا كان الفاعل مفرد، يبقى if he presses يبقى هنا presses وهضيف لها es. number 3 I went to Alexandria in the weekend. ذهبت الى الاسكندرية في نهاية الاسبوع. طبعا انا هنا بستخدم on the weekend او at the weekend، الاثنين صح بس واحدة امريكان والتانية بريتش، علشان ما يحصلش لخبطة كتير on the weekend او at the weekend both of them are correct. number 4 where did you found. ركز معايا هنا، عندك did، طالما في did او didn't يبقى بناخد الفعل في المصدر، والمصدر من found find. okay number 5 when you buy two t-shirts. لما تشتري تيشرتين you get، هو هنا كتب لك gets one free. طبعا هنا get بس ليه؟ علشان هنا جملة when بعديها مضارع بسيط والجملة التانية مضارع بسيط ويو بعديها المصدر في زمن المضارع البسيط. number 6 what does they use to make paper in the past. in the past في الماضي، يبقى إذن السؤال في الماضي، بسأل في الماضي ازاي، بجيب أداة الاستفهام بعد كده did والفاعل والمصدر، يبقى what did، علشان هنا السؤال كان في الماضي. number 7 رقم 7 I visit my grandparents last week. last week الأسبوع الماضي، يبقى الفعل في الماضي، يبقى هنا visited. okay number 8 رقم 8 that children feel الأطفال يشعرون boring when there is nothing to do. طيب الأطفال يشعر، عايز أقول يشعر بالملل، يبقى bored، لأن أنا عندي الصفة اللي فيها إي دي في الآخر كده بتصف شعور الفاعل، لكن الصفة اللي فيها اي ان جي تصف الفاعل نفسه وغالبا بيكون غير عاقل، يبقى هنا هناخد بورت. اوكي السؤال رقم 9 the boys الاولاد ride their bikes now. خلي بالك هنا في ناو، ناو دي من الكلمات الدالة على زمن present continuous المضارع المستمر اللي هو am و is و are والفعل في اي ان جي. طب هنا boys جمع يبقى are riding، are riding. okay number 10 mom is get the food ready. طب هنا getting عشان بعد is الفعل في ing يبقى getting. number 11 does your aunt always. طب هنا في does اهي، يبقى المصدر بعديها does your aunt always bake بس علشان في does وdoes بعديها المصدر. number 12 we don't have some water. يبقى هنا some ما بيجيش فيه في النفي، اللي بيجي في النفي any، يبقى we don't have any water، مش عندنا اي ميه. number 13 رقم 13 you can call me if you need help. طبعا كان بعديها المصدر، يبقى كان call بس كده، call من غير اس. number 14 no I not found my book yesterday. طب هنا في yesterday يبقى انا كده بتكلم في زمان الماضي، النفي الماضي من في بايه؟ من في didn't. عرفت ازاي مثلا ان هو نفي في not؟ يبقى didn't find، didn't find، لم اجد كتابي امس. number 15 the weather is very hot. الطقس حار جدا. طبعا هنا in summer، ليه؟ عشان قبل فصول السنه بستخدم in. number 16 the English exam امتحان الانجليش very easy last week الاسبوع الماضي. يبقى ده السؤال كان في الماضي، هو هنا مديني بي، لما يجيب لك بي كده يبقى مطالب انك انت تاخد واحدة من ثلاثة، واحدة من الخمسة دول يا am يا is يا are ده لو كان في المضارع، يا اما was يا اما where لو كان بيتكلم في الماضي. هو هنا قال last week يبقى بيتكلم في الماضي. طيب يبقى the English exam ده مفرد، يبقى هياخد was، يبقى the English exam was very easy.
نمبر 17 رقم 17 what you can do if you have free time. طيب بص كده معايا في السؤال بجيب الفعل المساعد بعد كده الفاعل يبقى what can you do ماذا يمكنك ان تفعله what can you do if you have free time هتعمل ايه لو عندك وقت فراغ. نمبر 18 this is the room هذه هي الحجره هو طبعا هو غلط لان الحجره غير عاقل وانا هو بستخدمها مع العاقل وهنا بستخدم which معناها الذي او التي لغير العاقل. If I listen to music لو أنا بستمع إلى موسيقى at helps ليه helps يا مستر علشان قلنا في جملة if تبقى مضارع بسيط وهنا مديني at يبقى هنحط الفعل is. نمبر 20 Where are they live? They live in Cairo هم يعيشون في القاهرة. بص معايا في الإجابة كده live ده زمن مضارع بسيط أوكي يبقى هنا في زمن المضارع البسيط بنعمل السؤال إزاي بنجيب أداة الاستفهام بعد كده هي do يا does بعد كده الفاعل والمصدر. طيب هنا الفاعل زي يبقى دو يبقى where do they live أين يعيشوا they live in Cairo. نمبر 21 رقم 21 when you are hungry عندما تكون جعان عايز أديك أمر بس منفي يبقى don't study لا تذاكر don't study لا تذاكر when you are angry hungry عندما تكون hungry جوعان. 22 how often do علي طبعا علي مفرد يبقى هياخد does علشان بعد how often بنجيب do او does والفعل والمصدر. 23 should we go quad biking Tuesday add غلط علشان قبل ايام الاسبوع بنستخدم ايه ها on excellent يبقى هنا on. 24 علي not go to the club yes every day day كل يوم من الكلمات الدالة على زمن present simple مضارع بسيط يبقى هنا يا مستر أنا عايز أنفي عشان قبل not بنفي المضارع البسيط إزاي don't doesn't والمصدر يبقى هنا فاعل علي مفرد يبقى doesn't go doesn't go حد تاني ممكن يعمل لي never goes عادي ممكن نعملها. نمبر 25 25 how long do you play video games twice a week مرتين في الاسبوع يبقى سأل عن كم مرة كم عدد المرات how often كم مرة. 26 are there sleep rate at the park هنا في are يبقى لازم الفعل في ing يبقى are they celebrating celebrating at the park. 27 27 she eat unhealthy food طيب هنا eat خطا يبقى هنا eats عشان هنا بنتكلم في زمن المضارع البسيط والفاعل المفرد. my dad always ابي دائما have a healthy breakfast طبعا my dad مفرد يبقى has. 29 29 علي is very in mass طبعا هنا علي ده شخص يبقى interested علشان مع الأشخاص بناخد الصفة الأخيرة ED يبقى interested in معناها مهتم بي لكن interesting دي معناها شيق. انزل معايا في رقم 30 The film was الفيلم كان ايه بورد كان يشعر بالملل طبعا خطأ كان ممل يبقى هنا boring الفيلم كان ممل boring so لذلك I didn't want to watch it again مش عايز أشوفه مرة تاني. 31 he often reading magazine in his free time طبعا reading خطأ أنا هنا هاخد reads ليه علشان ده زمن مضارع بسيط عرفت منين في often وغالبا من الكلمات الدالة على present simple. 32 أحمد is a boy أحمد ده عاقل وboy عاقل يبقى هو الذي plays tennis with me يلعب تنس معي. 33 she meets always up her friends on Tuesday طيب احنا قلنا ظروف التكرار قبل الفعل الاساسي يبقى always meets هنا كده always meets دائما بتقابل اصدقائها يوم السبت. 34 I don't like this story انا مش بحب القصة دي it's boring انها مملة boring عشان ده شيء غير عاقل. 35 does
you buy a new dress if you have a party. يبقى do. هل بتشتري النيو بتاخد do. Do you buy, هل بتشتري فستان جديد لو عندك حفلة. 36. She studies hard. هي بتذاكر بجد. So she never gets good grades. طب هي بتذاكر بجد عشان كده بتحصل على درجات, مش بتحصل على درجات جيدة. طبعا هنا never خطأ, يبقى ناخد ايه always دائما. يبقى she studies hard, هي تذاكر بجد. She always, هي دائما. Gets good grade, دائما بتجيب درجات كويسة أو درجة كويسة. Number 37. 37. Are you playing tennis today? هل أنت بتلعب تنس النهاردة؟ Yes I am. I بتاخد am. 38. I'm always on time. أنا دائما في الوقت المحدد. I am never late. يبقى أنا مش بتأخر, أنا دائما بروح في الوقت بتاعي المناسب. 39. My friend John lives, طبعا هنا بلد, قبل البلد بستخدم in, يبقى in England. 40. أحمد always travels to China, he doesn't go there. ما راحش هناك, يبقى هو always ولا never, طبعا هنا never. طيب كان ممكن اخد doesn't بس لو ايه هنا عندك travel بس من غير الاس, لكن طالما الفعل فيه اس ومطلوب مني انفي ببقى اخد never علشان never مش بتأثر على الفعل. 41. 41. Does she studying English? طبعا does خطأ لان الفعل في ing هنا, فلازم اخد قدامه يا am يا is يا are على حسب الفعل. فعل هنا she يبقى is. 42. Bees are insects, النحل هي الحشرات, طبعا غير عاقل يبقى which, التي make honey, تصنع العسل. 43. Ali and Ahmed, علي وأحمد, are طبعا علشان هنا هو مديني is ومديني الفعل في ing يبقى are helping their mom. 44. My mom studies medicine when she was at the university مثلا, لما كانت في الجامعة. هو هنا السؤال مش مكتمل. طيب انا بقى هعرف منين؟ هنا عندك الجزء ده في الماضي عندما كانت صغيرة, يبقى ذكرت, يبقى لازم الجزء الاول برضو في الماضي, يبقى studied. اوكي رقم 45. 45. Did your mom, هل مامتك bought a new dress for the party؟ طبعا هنا في did يبقى لازم المصدر, يبقى did your mom buy. 46. They haven't enjoying their vacation at the moment. طبعا ما ينفعش haven't, الفعل هنا في ing يبقى لازم برضو زي ما قلنا قدامه يا am يا is are, يبقى هنا they aren't. هم لا يستمتعون بأجازة في هذه اللحظة. 47. 47. How much ingredients are in the recipe؟ كم كمية المكونات؟ طبعا خطأ much لأن هنا ingredients جمع, وإحنا بنسأل عن الجمع بـ how many, كم عدد, يبقى how many ingredients, كم عدد المكونات في الوصفة. 48. أحمد are watching, طبعا أحمد is عشان أحمد مفرد. 49. Are they watching, علشان بعد am و is و are هنضيف للفعل ing. Number 50. رقم 50. This recipe needs, هذه الوصفة تحتاج ايه, butter and sugar, طبعا هنا some. ليه؟ لان اني بستخدمها في النفي والسؤال, وده لا نفي ولا سؤال, يبقى هنا نستخدم some. 51. If you don't have a pen, لو مش معاك قلم, you can tell me. طيب ليه tell؟ عشان بعد كان المصدر والمصدر من told till. 52. The freezer doesn't work if you don't close. طيب ليه؟ احنا قلنا بعد if مضارع بسيط, يبقى if you don't, منفي المضارع البسيط بدونت وdoesn't, الفعل عندي هنا you يبقى اخدت don't. If you don't close the door properly, بشكل مناسب. 53. He doesn't riding his bike, طبعا doesn't ما تنفعش علشان الفعل في ing يبقى isn't. 54. Did your mom had, طبعا في did يبقى لازم هنا المصدر, يبقى مصدر من had have. Did your mom have a new dress for the party? 55.
55 we are نحن في are هنا يبقى لازم بعدها الفعل مضاف له ing we are enjoying نحن نستمتع our summer holiday يبقى أجازة الصيف 56 if you try لو تجرب to study إنك تذاكر لساعات you can't concentrate لأن بعد if زي ما قلنا مضارع بسيط 57 he didn't go didn't do المصدر المصدر من went go He didn't go on the vacation with his family. 58, 58. Be there any children on the trip yesterday? Yesterday, أمس. خلي بالك. إحنا قلنا إيه؟ لما تيجي بي يبقى بنختار. لو ماضي يبقى نختار يا was يا إيه؟ يا where. طب هنا جملة في الماضي. عشان في yesterday. أوكي. يبقى هنا إيه؟ بي ما تنفعش. طيب الأطفال هنا جمع يبقى where. Where is there? هل كان يوجد أي أطفال في الرحلة أمس؟ 59 We getting high marks in the exam yesterday أمس يبقى الفعل في الماضي يبقى الماضي من get got She uses a هي بتستخدم a butter to cook تستخدم ايه butter butter بتستخدم زبدة قليلة للطعي بس ما ينفعش نستخدم فيو عشان فيو عشان استخدمها لازم يكون بعدها اسم جمع ان هي معناها قليل بس للعدد يبقى انا هنا عايز استخدم ايه ليتل قليل بس للكمية 61 Are there some chocolate chip cookies left طب هنا ده سؤال في السؤال مش بستخدم some انا بستخدم any هل يوجد اي قطع شوكولاتة تركت 62 be he playing football at the moment طبعا هنا هي يبقى is عرفت منين يا مستر عشان playing هنا فيها ing يبقى لازم قبلها يا ام يا is he are please hurry من فضلك اسرع we don't have mandinash much time ليه ماتش لان الوقت لا يعد فهنا بقى كميه والكميه بستخدم لها ماتش we need a few oil طبعا ما ينفعش a few تبقى little علشان الزيت لا يعد 56 65 نهى اند جميله نهى وجميله ميك بيتزا لاست نايت طبعا ميد 66 بي زير اني تشيلدرن اون ذا تريب زي ما قلناها فوق هتبقى وير عشان يسترداي وتشيلدرن جام 67 وين اي واز 6 لما كان عندي 6 اي هاد ا نايس سبايك كنت أمتلك يبقى هنا خدت الماضي من have علشان الجملة الأولى في زمان الماضي يبقى لازم الجملة الثانية تبقى في الماضي 68 they doesn't live near the park طبعا هنا ما ينفعش أستخدم doesn't مع they يبقى they don't لأن they بتاخد don't 69 My brother likes dates. أخويا بيحب البلح. He never eats them. يبقى he always eats them. أو he usually. لو عملت usually أو عملت always فالاثنين صح. إنه هو بيحب البلح. 70. We sometimes نحن أحيانا goes cycling on holiday. طبعا we ما ينفعش حط الفعل is مع الفعل we. يبقى هنا عايزين go المصدر عشان زي ما قلنا he was she it بس حط الفعل is. 71 This is the boy هذا هو الولد الولد عاقل يبقى بستخدم له هو broke the window اللي كسر النافذة 72 The laboratory is a place المعمل هو المكان where students study science هو أنا جاب لك where صح لكن هو خطأ 73 It's a very exciting film. إنه فيلم مثير. لكن excited دي متحمس. I'll watch it again. هشاهده مرة أخرى. 74. We doesn't like tennis. طبعا مش بتاخد doesn't. We don't like tennis. 75. Do they playing football at the moment? At the moment دي من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر. Present continuous. يبقى المضارع المستمر اللي هو ايه am و is و are plus verb plus ing يبقى هنا هاخد are they 76 My father arrives in 6 o'clock every day طبعا قبل الساعة مش بستخدم in قبل الساعة بستخدم ايه excellent at 77
what be you buying. طبعا هنا what are you buying ليه؟ لان buying فيها ing يبقى هنا عايز ام واذ وار زي ما بنقول. 78 78 she cleans the house this week. this week من الكلمات الداله على زمن المضارع المستمر يبقى she is cleaning هي هتنظف المنزل هذا الاسبوع. 79 79 we cycle today يبقى we are cycling today نحن سنذهب الى ركوب الدراجه اليوم يبقى we are cycling. اوكي كده حضرات حلينا مع بعض سؤال تصحيح الخطأ من مراجعة المتميز. حلين كمان يا حضرات السؤال ده من مراجعة المعاصر. أنصحك تشوف الفيديو ده موجود كده على القناة عندي. أتمنى لكم التوفيق جميعا. كان معكم مستر محمد شعبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.